شوفي لك أي شغلة ثانية إلا إنك تشتغلين خدامة تمسحين وتنظفين. الدنيا مليانة شغل، أمي خدامة تمسح وتنظف. فضحتينا. ناس كتير كانت بتتابع بحسرة وبتحاول تمسك أعصابها من أول لحظة. فشلتيني نزلتي راسي من يوم ما انت اذكر الله اذكر الله اذكر الله كلهم بالراحه لو هاي تقرب لك بالراحه خذها برا وكلم معاها كذا ما ينفع امك هذه امك الرسول وصى الرسول وصى لهم ثلاث مرات طب صوتك على امك ليه رد لخص كلام كتير انا كم مره اقول لها تشوف لها اي شغله ثانيه تعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا عيب تتكلم كذا قدام امك وهذه امك اصلا ولا كيف ما تتكلم وريني امي بدل ما انها قاعده تشتغل ما تشتغل انت طيب وفجاه بدا الانفعال يزيد مع كل الناس لو سمحت ارجع ورا ارجع لو سمحت ولا والله العظيم صوتك وطي صوتك كبري غضب مالوش حدود بسبب كلام الابن هما وقل لهما قولا كريما وش فيك انت ما ترضى على ما ما ترضى على طبعا انا ما ارضى على ترضى تشتغلين خدامه لو سمحت لو سمحت انت لو سمحت وعاد تتكلم معاه زي كده حديك على وجهك رد لخص كلام كتير وحسم الموقف بقوه فوت تفتكر في امك يا حيوان تفتكر فيها احسن لك بس خد نظف انت يا وسخ نظف انت نظف تعال نظف انت عندك ولا معلش وانفعال شديد جدا محتاج تدخل سريع صلى على النبي صلى على النبي هداه صلى على النبي هد اعصابك انا لو امي موجوده اتمنى لها لحظه لو اشوفها انا فاقد امي وابي لي 8 ولا 10 سنوات اخي ترفع صوتك في اسلوب يا اخي حتى لو ما هي امك ما ترفع صوتك زي كذا